هنا ايوه هخشي انا او بس. ماي جود او ماي. طب انا قاعد جوه. اشترك اوعى تفطر عشان تاخد حسنات، اوعى تاكل بطاطس لا هطلع لك في المنام. حط حالا اللايك عشان تبقى جمدان، حط حالا اللايك عشان تبقى جمدان. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا الفيديو ده ما تنسوش صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. والمفروض دلوقتي يا ابطال انا وزوزو جيمنج جيل المفروض بنفكر ان احنا نفتح سلسله جديده، والسلسله دي يا ابطال كنت بفكر فيها، ولكن ده يا ابطال لو عجبتكم. والمفروض يا ابطال السلسله دي ليها علاقه بماب من المجرم، هنجرب يا ابطال حرفيا فيها خدع تيك توك جامده جدا، وهنشوف. او ماي جاد انا المخدر. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. مش هسيبك كذا. قول له لا مش وقته بصراحه يا ابطال، مش وقته. مش حرب، لا مش حرب، لا مش ايوه الفيديو ده مش حرب يا ابطال، يعني يعتبر اللي احنا هندخل دلوقتي حالا يا ابطال وهنجرب كميه حاجات جامده جدا جدا. بس قبل ما نبدا مقطعنا ده ما تنسوش تحطوا حالا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه عشان لما نوصل 200,000 مشترك ليتس جو. ولا متحمس جدا، خلونا دلوقتي حالا يا ابطال نجرب اول خدعه التيك توك. زي ما انتم شايفين يا ابطال هي دي اول خدعه معانا. خلونا دلوقتي يا ابطال نشوف. بيقول لك او ماي جاد المكان ده انا فاكره. تمام حلو قوي ماشي. المفروض يا ابطال المكان اللي اسمه بايو لاب او بيو لاب حاجه زي كده. تمام. وات ذا ايه ده؟ انا عمري في حياتي يا ابطال ما فكرت ابدا ادخل في المكان ده. لا 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 مستحيل يا ابطال. خلينا دلوقتي حالا يا ابطال نروح نشوف المكان ده في كده بجد ولا لا. بقول لك يا زوزو موتيني او انا موتك. يلا بينا. انا اسف يا زوزو، انا اسف والله والله انا اسف بجد. طيب استنى لي في الجيم اللي بعديه. طب ثانية عشان انا بس عايزين ندخل في الجيم اللي بعده ونجرب الخدعة بعدها نعمل حرب. اتفقنا؟ تمام يلا بينا. فاكر يا مابي؟ فاكرة انت ما اللي هي ماب اللي هو الماب اللي هي فيها مش عارف صح اشرحها، ولكن اسمها حاجة لاب، البيو بيو لاب تقريبا. انا هقول لك عليها حاجة لاب. ايوه افتكرتها. مصنع اللي كان فيه حاجة ازرق. يو تقريبا هي شبه دي بس مش دي. حاسس مش دي. بس مفيش اسمها، مفيش حاجه. مشكلة ابطال يعني هي شبه دي ولكن هي مش دي، يعني هي شبهها بس مش دي بصراحة. ثانية كان في جلتش هنا في الماب دي على فكرة. ثانية ابطال اتمنى بس ابطال تكون هي دي. يعني هي شوفي كده زوزو على الديسكورد هل هي دي الماب؟ بصراحة ابطال مش بلعب الماب دي كتير. تمام فعشان كده ابطال بجد بجد كل ما بات داخلة ببعضيها وحاسس ان انا ناسي. شوفي كده زوزو هل هي دي الماب؟ هي عرفتها. هي دي. مش هي والله شبهها. مش ازاي؟ مش هي بجد؟ بس امشي ورايا كده بصراحة، امشي ورايا. ماشي تمام. على فكرة هي. لا 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 لا. أيوة أما نشوف. تمام. ملحقتش، ملحقتش. إيه ثانية؟ كان في هنا جليتش. إيه ده؟ تعالى كده جرب اقتلني. إيه ده؟ أنت ليك جوه هنا؟ موت. أيوة. وات ذا؟ جليتش ما ظبطش عشان أنا ملحقتش. يا أبيض يا لهوي، إيه ده؟ هو مين ده يا أبطال؟ مين الشخص ده؟ عامة ماشي، المفروض يا أبطال مش هو ده المكان، بس يا أبطال كنت حاسس اللي هو شبهه جدا بصراحة، ولكن مش هو ده. المفروض يا أبطال زوزو أصلا يا أبطال مختمة الماب. بص يا أبطال حرفيا هي إكس 100، يعني حرفيا أيوه هو ده بايولا بالظبط يا أبطال هو ده. بص بقى يا زوزو أنا هوديكي مكان بجد تقريبا، يعني أنت هم ختماها صح؟ حرفيا بقى أنت هتتفاجئي من المكان اللي أنا أقول لك عليه. انا حاسه ان انا عارف. والله انا متحمس. ليتس جو ليتس جو. ان شاء الله بتاعت السنه هتبقى جامده جدا وهنجرب فيها حاجات جدا جدا اسطوريه. يلا مستني الماب بيتحمل، مستني الباب بيتحمل. يلا 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 ايوه يلا بينا. متحمس؟ انا حاسه انك هتوريني اللي في دماغي. مش عارف انا كده كده بعتها لك ديسكورد ولكن مش واضحه. انا هبطل بعت لها صور ديسكورد. لو انت وريتني اللي في دماغي هقول لك ماشي. ايوه اللي في دماغي. يلا بينا هتوريني. يلا بينا تعالي كده واحدة واحدة. هو انت أيوة فين؟ ايوه فوق فوق فوق. تعالي تعالي اطلعي فوق. تمام انزلي الاول تحت هنا. ايوه شفتك انا شفتك خلاص. تمام تعالي كده ورايا. المفروض يا ابطال بس يا رب يا ابطال يعني خدها تظبط. اول خدها معانا. تمام ما نقف كده. يلا يا زوزو يلا بينا. كنت حاسه ان هي دي. يا لهوي انا اول مره اشوفها بجد. حرفيا ابطال في شخصنا محبوس. تمام غير اننا السكاكين اللي احنا بنستعملها او اللي هو يعني اللي هو كان بيستعملها. تمام بص كده يا زوزو شوف مكتوب هنا ايه. مكتوب هنا اللي هو يسرق اسمه ده يسرق كل السكاكين. او ماي جاد ثانيه يا زوزو ستيلينج اول يور نايف. ثانيه يعني لو حمل 5% الباقيين دول هموت يعني ولا ايه هنا؟ لا دي مش حقيقيه دي مجرد صوره. والله يا ابطال بجد ابطال جدا جدا مخيفه. انا سمعت ابطال اللي هي بتحمل وجت وقفت مثلا عند 95 او ما اجي يعني هو مش لايقه بصراحه، ولكن بجد يا ابطال ما كان ما نقدرش يا زوزو ناخد اي حاجه. ايه ده؟ انا جربتها كتير زمان بس ولا والله. اي حاجه. والله ماشي عامه ابطال دي فعلا ابطال تعتبر اول خدعه.
لو انت قتلتني نسيت. يلا بينا يا ابطال على الخدعه الثانيه. اول خدعه ابطال نجحت ودلوقتي يا ابطال جوات الخدعه رقم 2 حرفنا وطلع يكون جدا جدا جامده. تمام اما نشوف متحمس جدا هكون في ماب ايه. اوه ماي جاد حرفين ابطال دي الماب الجديده اتمنى ابطال تكون موجوده. انا ما اعرفش بصراحه ابطال هو راح فين ولكن هو طلع فوق السطح وقاعد بيطلع تمام والمفروض دلوقتي هو اختفى تقريبا هو اختفى مكان بصراحه ابطال ده صعب قوي اعرفه ايه ده اسف جدا. تمام خلونا ابطال نروح نجيبها. اوه ماي جاد يا ابطال زوزو لسه حرفين ابطال قال لي دلوقتي خبر جدا جدا حزين ان الماب الجديده اتحذفت. اغرب حاجه حرفين ابطال في ماب يعني ماب مان الموجم اللي احنا قاعدين فيها دي دلوقتي ان هم بيحذفوا مابات جدا جدا اسطوريه وبصراحه ابطال بتخلي اللعبه ليها متعه اكتر واحنا نحبها اكتر ولكن في حاجه جدا جدا غير اصلا الماب اتحذفت عشان ده كان الماب لتحديث التلج. اه عشان كده والله ده الموضوع جدا جدا غريب. وخدي دي لا عزو خد البلا تعمل ايه؟ اوه يا لهوي كنت هموت. ما خلاص بقى زوزو ما ايه ما خلاص بقى معلش حرب بقى عشان ايه عشان واضح كده وطن مش هي دي الماب اديله والله ما ينفعش لازم يبقى كده 2-1 لازم كده يبقى 2-1 2-1 ايه انت بتعمل ايه؟ انا ما كنتش جاهزه اصلا للحرب. ماشي ما هموت انا كده هموت تمام طعنه صح؟ عادي بقى والله خلاص لا ما تهربش يا بلال ماشي طعنتش ماشي تمام يلا بينا على الخدعه رقم 3. المفروض بصراحه يا ابطال كان نفسي جدا اجرب الخدعه اللي في المكان ده ولكن للاسف يا ابطال في اثناء موعد تصوير الفيديو في الوقت اللي انا بصور في الفيديو ده دلوقتي الماب مش موجوده. تمام حلو جدا يا ابطال. اه المكان ده جدا جدا جامد. ايه ده واتدخل هنا ازاي؟ على ما اعتقد يا ابطال ما حدش كان يقدر يدخل في المكان ده ابدا والله الموضوع جدا جدا جامد. برضك يا ابطال زوزو قاعده بتقول لي ده كان مكان البدايه زي ما انتوا يا ابطال طبعا شفتوا في مقطع تيك توك. حاسس يا ابطال مقطع تيك توك ده جدا جدا قديم ولكن هو فعلا يا ابطال باين عليه قديم قوي ومن 2000 يعني تقريبا يعني اوائل يعني بدايه 2021 او بدايه 2022. حاسس يا ابطال مقطع جدا جدا قديم ولكن انا ما اعرفش يا ابطال اصلا ان في خدع بتتعمل في ماب مان المجرم اول مره اصلا يا ابطال. يعني ينفع كده يا زوزو؟ ايه ده؟ انت امه وتعرف والله بصح عزو انا ما اعرفش ان افتكرت الحاجات دي كلها موجوده والله بجد والله حاجه غريبه. عامة كل ماب ايوه بيكون فيها جليتشات. اه تمام ايه عارف انك هتبدا حرب موتي ابلعي يلا ابطال ما خلاص. اه يا لهوي المصاصه كانت تيجي المصاصه المصاصه عايز مصاصه اديني مصاصه يا زوزو اديني مصاصه. مش مصاصه سكينه والله مصاصه شكل مصاصه ولكن واضح كده ان كل شويه تطلع مجرم وده ما ينفعش خالص. موتي بقى والله خلاص انا موتي. انا ما بحبش المسدس والله ولكن الموضوع بيبقى حظ خالص. خاصه الدولي خاصه الدولي ازاي يعني يا جدعان مش هتموت ولا ايه يا عم بقى دقيقتين حرفيا تعبنا تعبنا بوم انا بضرب حرفيا احول ايوه بص يا ابطال هموت بالطريقه دي ماشي ماتش كده تيجي اصلا ايوه حاجه في الاوضه لا بحبش بجرب حاجه. انا وقفت انا ليه وقفت خلونا يا ابطال نشوف الخدعه والله نسيت رقم كام. خلونا دلوقتي حالا يا ابطال نكمل المقطع بتاعنا الجدا جدا غريب وبصراحه مش عارف يعني ايوه ايوه المكان ده معروف اخيرا يا ابطال حرفيا يا ابطال هنا مكان جدا جدا معروف. ايه ده ثانيه يا ابطال هو دخل ايه ده هاك ده هاك ده لا 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 عم ده هاك حرفيا بجد. اخيرا يا ابطال دلوقتي حالا لقينا الماب. عايز اقول لكم يا ابطال بعد عناء طويل اقسم بالله يا ابطال المكان ده جدا جدا جامد وفيه روبوكس كتير قوي المكان ده جدا مميز لان فيه خزنه جامده قوي ولو عديت من هنا وانت معاك السكينه زي كده ايوه لا الحمد لله مش معايا السكينه ولكن حرفيا ابطال بيكشف الناس اللي معاه السكينه او تقريبا بيكشف اي حد بقى معدي. تمام بص بيعمل كل شويه تيت وتيت. عامه يلا يا زود انت فين؟ والله يا زود خضيت والله يعمل تيت عشان انت معاك المسدس لكن لو انت كنت محقق ما كانش يعمل اي صوت. طب يلا بقى يا زوزو عشان المفروض ان احنا ثانيه والمكان كان فين؟ ايوه هنا باين طيب هنا. ايوه هنخش هنا او ماي جود او ماي. طب انا قاعد جوه سنبات جوه النهارده ايوه يلا بينا جوه. يا سلام سل ايه زوزو ما تموتنيش صارك وصارك ايه انا خايف اقسم بالله ابطال خايف. عامة ابطال كده الخدعه تعتبر نجحت ولكن زوزو مش عايزين نموت دلوقتي ولكن هي بصراحه خدعه جامده جدا. خلينا بقى زوزو ننهي بقى مقطع النهارده هنا لان بصراحه الموضوع كان صعب جدا عقبال ما نلاقي المبات دي كلها لان احنا مش بنختار على حسب مزاجنا. تمام والمفروض يعتبر كده ابطال المقطع النهارده خلص. لو عايزين ابطال اجزاء ثانيه من المقاطع دي بصراحه ابطال لسه في فيديوهات ياما على التيك توك حرفيا كلها بتقول نفس الكلام وبتقول خدع جامده جدا. فلو عجبكم مقطع النهارده ما تنسوش تحط على اللايك للفيديو جامد جدا وسبسكرايب حالا فتحت في القناه اللي بقوله ده بس وسبسكرايب حالا تحت في القناه وما تنسوش يا ابطال تفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده وبس كده. يا جيمنج اكسوي سلام. اه يا زوزو
ماشي والله مردود لك المقطع اللي جاي لو وصلته المقطع ده يعني 1000 لايك ولا 2000 ولا ماشي اي حاجه.